السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بانر لورد 2. طبعا مثل ما تشوفون شخصيتي موجودة في زينوكا، أنا ما أخطيت باسمها، المهم أني طلعت من منطقة العرب بسبب أن جاني كومنت يقول لي أحسن شيء التجارة أنك تاجر بالخيول، تاخذ خيل الصحراء اسمه ديزرت هورس، المهم أنك تشتريه من هنا وتروح تاجر فيه في المناطق الثانية. طبعا حطيت فلوسي كلها في الخيل على أمل ان شاء الله انها تضبط هذه الحركه. مثل ما تشوفون باقي 256 دولار، لا مش دولار، هذه ايش، دينارات باقيه معي. فغير كذا في بطوله موجوده في هذا المكان، قلت خلنا بوجه الى زينوكا. في مشنات حلوه هنا بس ما ودي اخلص مشنات لان ودي اضبط علاقتي مع العرب، فبخلص مشنات العرب اول شيء. حاليا مشتريها ب 150، هنا موجود 200، ما راح استاجل وبيعه. مثل ما تلاحظون عندي 27 جندي حاليا، اتطورنا واثنين سجناء راح اجندهم، يعني تقريبا نقول 30 جندي ان شاء الله. غير كذا يا اخي في هذه الحلقه ودي ان شاء الله ايش، ابغى النفوذ هذا يزيد. النفوذ تزيد عن طريق انك قتال جماعي، اوكي، انك تدخل في جيش مثلا العرب وتصير حتى جاني كومنت يقول لي ترى انت في البدايه لازم نظام المرتزق، انت في البدايه مرتزق، فلازم انك تروح مثلا عند جيش العرب ولا جيش البتانية ولا اي من الجيوش هذا وتقول لهم ابغى اشتغل يعني تحت امرك وكذا، غزواتك والسواليف هذه كلها، وتعطيه ولائك. فحبه حبه طبعا تستلم راتب منه، هذا شيء جميل، يعني يعطيك على كل غزوه مبالغ حلوه. وعلى طار المبالغ باذن الله ان اذا قدرت، يا سلام يا سلام يا سلام، لايت راوند كلر اوفر ليذل، شيء جميل، الجائزه مره ممتازه. انا قبل شويه يا شباب شاركت في بطوله، والبطوله صراحه طبعا برضو شكرا على كومنتاتكم، قالوا لي الرهان لا تنساه من اهم، خصوصا في البدايات دخله جدا ممتاز. فباذن الله اذا قدرت اني بشتري لي محل في هذه الحلقه ان شاء الله. يا اخي الخيل صراحه صعب شوي، انزل من خيلك وتعال نتفاهم، تسوي بلوك بعد اقول موت، بس ان شاء الله ان يكون الاداء افضل. راح تلاحظون، ما ادري اذا لاحظتوا في الحلقات الماضيه جتني انتقادات صراحه ان فيه تقطيع في اللعبه، ويقول لي حدث كرت الشاشه. طبعا شكرا على انتقادك، ادري ان الانتقاد هذا للتطوير، ولكن يا شباب كرت الشاشه اللي عندي يعني من اخر ما نزل في السوق 3060. مشكلتي مش هنا، مشكلتي النمود العربي يوم ثبتته مع اللعبه اتوقع هو السبب انه مثقلها شيء بسيط. الشيء الثاني انه كانت اللعبه مركزه على مش كرت الشاشه، مركزه على المعالج، فان شاء الله ان المشكله هذه حليتها. وصراحه انا اشوف في تحسن شوي في، يا اخي تعال انت يخرب بيت الخوذه يا اخي، ايش ما علي بتتطور خوتي بعد شوي. تع تع، هذا جالس يرمي خوينا. قبل شوي يا شباب دخلت لي بطولة، والله تعرفت لي على واحدة، اقسم بالله يا شباب اني دخلت الراوند الاول وبالصدفة وكانت معي، وشوي كذا واشوفها تجلد ونبقى انا وياها، شوي الراوند اللي بعده نفس الشيء تجلد واشوفها معي، شوي ما ادري كيف بالصدفة ولا مش بالصدفة ان نفس البنت بقت معي لين اخر راوند، لين ما خلاص يعني وصلنا 1v1، فاضطريت اني اعطيها واحدة على راسها. ولكن اللي عجبني في الموضوع بعد ما هزمتها صراحة دخلت عن شخصيتها واشوف عندها شو اسمه العلاج، قلت يا حبيبي ما فيها نقاش، والله لاخذها هذا المقاتلة، ونسيت ما راهن ودخلتها معي. ايوه بنجلس خوي، سحبت عليه، لا 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 هذا اللي كنت خايف منه والله، هذا اللي كنت، يا ولد اكفي، بتهدى ولا لا؟ انا الرفسات هذه لو ما اتركها يجيني على راسي كذا، يا ولد هذا فاهم حركتي هذا. ايوه انتهت الجوله، فريقكم حلوين، جينا النهائي ضد تالية، وشكلها هذه تالية، هذه اللي ضميتها معي يا بنت الذين انا ملبسها الدروع، اقسم بالله يا شباب ان هذه البنت اللي احكي لكم سالفتها، شفت عندها المديسن، اما تدخل في البطولات حتى الرفقاء بتنهزم مره ثانيه، الله ما عليك. هذا دليل يا شباب، اقسم بالله اني ما انتبهت انها داخله معي، هذا دليل انها ممتاز، سبحان الله. انا انقهرت اني ما صورت، مش ما صورت يعني ما كنت مجهز، بس بحط اللقطات مو مشكلة. تضربين قائدك، لاحظتوا الضربة كيف سواها كذا، مدري كيف
هذا يوم تضرب بنفس الاتجاه مرتين اكتسب شهرة ثلاثة شهرة ومدري ايش، واهم شيء الخوذة، عطنا الخوذة. تالي هذه بتفيدنا في ايش؟ بتفيدنا انها تعالجهم اذا انصابوا، وفي نفس الوقت تحد من موت الجنود عندك في المعارك. خلنا نعرفكم عليها، هذه تالية. طبعا ضبطتها شوية دروع كذا، ما كانت لابسة هذا اللبس واخرتها جاية تبى تهزمني في البطولة. هذا الشباب اللي اسرتهم الخيال الحرامية او قطعين الطرق وجالس اجندهم، فما ادري صراحة هل الشيء اللي اسوي هذا اوكي ولا لا. يا ولد وين رحت انت؟ لان صراحة عاجبني الوضع انهم يجون بخيلهم وياخذون شيء بسيط يعني، والدمج عندهم شيء طيب يعني. شوف الحرامي هذا الضرب بالسيف بيد وحده 100، ركوب الخيل عنده 80، والرمي 100. غير كذا الثاني هذا عاجبني انه ارشر، حتى ما في تطويرات له، هذا اول مرة اشوفه. عند القوس 80 وركوب الخيل 80، فبس منتظر انه يخلص لي كذا بعد ما فرفر به حوالين الماب، يصير خلاص يطيعنا ونقدر نجنده. ما تقدر تجنده اول ما تأسره. وين الخوذة حقي؟ تعال. اما اللي معي افضل منها، والله كذا عيب، افضل منها بشيء بسيط، والله كويسة راح اخليها. وطبعا هذا اللي نزلته من راسي راح البس الذيبان هذا، ولا ممكن لثم فيه القمرة هذه. وينها؟ هذه خلاص خلاص ملبسها انا لهذا. هذه ما ادري ليش ما عندها هلمت، خلنا نشتري من التاجر نشوف لها هلمت طيب، مع اني لبستهم كلهم ضبط امورهم، بس يلا عشان اضويكم كيف تسوي هذا الشيء. شوف خلنا نشوف لنا واحد كذا ابو 200 درع الراس 8 لي الكاب، يلا تمشي امورها. في واحد من الشباب كتب لي كومنت يقول لي يمديك تشوف بالنسبة للمشن هذاك اللي يتكلم 10 من القادة عشان تعرف قصة الحروب اللي معاهم. والله يا شباب ما جتني اي علامة استفهام ولا شيء حوالين المدن مثل ما تشوفون، حتى مفتح ال اوه هنا في بطولة، في بورس، يا سلام، بطولة ورا بطولة رغم ان وجهتي كانت هنا. هذا الماب مثل ما تشوفون ما اشوف اي علامة استفهام، او ممكن قصدكم لازم تقرب. صراحة المشن هذا متعب حق انك تكلم 10 قادة، واتوقع هو مصمم انه يطول معاك، مستحيل انه في شخص يقدر يخلصه بسرعة، لانك بتتعرف على تقريبا الممالك كلها. خلنا نشوف الخيول هنا بكم في بورس ديزرت 237، والله ما هي بشينة صراحة، ابيع 10 منهم وهذا بيعطيني 2300. غير كذا انا جايب تمر، التمر هذا 50 حبة، انا كتبت والله كم كلفني 1000، هنا ببيع ب 1500 كويس. اكتسب وانتد مستوى، شيء طيب. طبعا حطيت الكراكت جريد هذا ودي اجربه قبل هبيعه. غير كذا راح اللف الثروينج عندنا فشيء ممتاز، وحطيت الرمح هذا بحيث اني اطور شخصيتي مثل ما تشوفون. هذه شخصيتي مطور انا السيوف تقريبا بشكل كافي بيد واحده قرابة 60 حاليا، ودي انوع في تطوير شخصيتي الرمي 18، ودي ازيدها اوصلها 20 30. انا حاليا اشارك في بطولات بس ابغى اوصل القوس عندي 15 حتى اني اقدر استخدم هذا القوس، طالب مني 15 وهذا ناكبني صراحة، لاني جالس اطور الكروسبو مثل ما تشوفون النشابة 34. يا ريت معي من بداية اللعبة او اني مطور شخصيتي من اول ما بديت اللعبة اني اخترت الرمي، لو طورت في الرمي يجيك السلاح الاساسي يكون معاك قوس ويوفر عليك المشوار هذا كله. الحين اجلس ادور انا قوس في البطولة واروح اشله من الارض وارمي فيه، ولعل وعسى احصلها في هذه البطولة القوس. صراحة اذا هذا بتجلس تشارك كل شوي توصلنا النهائي وبعدين اجلدها بتسوي فيني خير. اي والله موجودة يا بنت الذين. اوه والله البوت هذا رهيب يا ولد، الجوائز حلوة يوم جيت اصور والله. تكفى قوس، يا سلام، الله يخرب بيتك. ما عليه، اهم شيء يوصلنا دمج بسرعة. شوف كيف الام مضروب يا ولد، اقسم بالله اني مأيم مضبوط. الله يخرب بيتك يا ولد، احوال يصير. يا الله يا كريم، يا الله يا كريم. اوه فزنا الحمد لله، بس صراحة علي القوس. شفتوا كيف يا شباب؟ اقسم بالله ثقيل دم. وين الاسود هذاك الكريه؟ هذا خويتري. شافت البطل؟ معليش والله احنا اسفين. هي صح ولا هذه؟ هذه خويتنا هذه. والله شوف ما واضح تفوزني في البطولة يا شباب. خلنا نراهن. خرب بيت، 4 ضربات عشان تطيح.
يا سلام حصلنا بوت كويس ان شاء الله، بس مو مجرد شكل. والله سعره بألف درع و 19 وكان اللي عندي 5. والله تطوير رهيب جدا. خلي اللي كان معي هذا اللبسه صاحبنا، بما اني في بورس الحين لابد اني اشتري شيء كذا ابيع عند العرب. وش عندهم؟ وش ناقصهم العرب؟ اتوقع بيحتاجون مثلا خام الحديد ولا شغلات زي كذا. اتوقع ما عندهم عنب. هذا ايش عنده؟ عنده سمك بس، سمك. وهذا زيتون، وهنا تمر، انتاج التمر. طبعا ممكن يجيهم قوافل من برا ويجيبون لهم الاغراض، بس شوف اغلبها زيتون. في واحد هنا بن سيف، بن سيف ينتج الفخار. اوكي حلو، يعني فخار ما نجيب لهم، فخار مفروض انه يكون متوفر عندهم. شوف اول شيء انا بثبت كل الشغلات اللي عندي، اسوي لها قفل بحيث اني بعدين ابيع كل الشغلات مرة واحدة واشوف فرق السعر حق كل الاغراض اللي جبتها. واو، هنا الديزرت هورس 266، يعني اغلى من المكان اللي بعتها قبل شوي. والله خلنا نبيع. حلو، 13 حصان 3400، يا الهي. ولا والمكان هذا اورتيزا اقرب، يعني انا لو اشترته من اسكر اجي هنا ابيعه اكثر من ضعف السعر. والله شيء رهيب، بس لازم يكون من اورتيزا نفس المكان اللي يبيع عندهم اشتري من عندهم، يصير خط واحد رايح جاي مثلا يكون سهل الموضوع. خلنا بجرب العنب والملح، 13 شاريهم بشوف كم ينباعون. وبسم الله توكلنا على الله نشوف رحلتنا. بأمر على خوياز هذا بشوف كم السعر عندهم. بالنسبة للمشن اللي هو المشن الرئيسي هذاك اللي يقول، ايوه كم خذوا مني الرواتب هذا؟ 28 شخص. بالنسبة للمشن الرئيسي يا شباب راح اخلصه، هو اصلا في سنالة فكذا كذا على طريقنا. حلو والله الاسعار، عنده العنب 19 وانا توني شاريه من جنبه ب 13، والملح ب 13، الحين ببيع ب 30. يا الهي التجارة. او عندهم حلو، اذهب انضم البطولة. طبعا ما يحتاج ارويكم يا شباب، فوز سريع. وجينا الاسكر، جينا الاسكر يا شباب وناخذ الديزرت هورس اللي اقدر اشله بشله. كم 29000؟ لا يا حبيبي مش كذا. كم عندي انا؟ 9800. بخلي بس 200، بخلي 200. كم حصان اقدر اشله؟ 62. وربي تجارة، اشكرك اللي حطيت لي كومنت. جانج نيد ريكروتس، اوكي هذه الظاهر انها تريد يناف من وكذا، ممكن اعطيها من البارتي حقي، بس صراحة الكمبانيون لا. اي فاند يو، خلنا نرجع نكلمها نشوف كم تريد. اوه اي ويش تو باي ون اوف يور وركشوب. عندها 2 مصنع جئة وسيلفر سميث، اكيد تبيعهم بكم؟ 13000. انا هذه الحلقة بشتري باذن الله اول ما بيع الخيول حول المهمة التي كلفتني. مشكلتها هذه ما تبغى الا حرامية، حرامية مجندين. شوف الكشافة كيف يفيدني، مثلا يزيد المسافة شيء بسيط. ايش فيهم شاردين كلهم؟ حاليا عندي كم ديزرت هورس؟ 75. يا الهي. طبعا يا شباب السرعة مثل ما تلاحظون سرعتي 4، لو اطور الحلوين هذا اللي عندي مثلا الركروت العاديين واوصلهم الى فرسان، طبعا هو حاليا هنا بطوره الى مملوك، بعدين مملوك شو اسمه ذا الفارس. شوف هنا خيارين، حوله هنا، بقيهم كلهم الى مملوك، بعدين حوله الى هذا هو الفارس. You will use one horse for upgrade. شوف يا الهي جيش من هذا، 851 يتمشون هنا، جيش اكار. تحدث الى قائد الجيش، يكون هذا اخوي اللي ندوره. السلام عليكم ايها الغريب، اكار من بنو رويد. والله شكله محارب طيب يا ولد. اوه هذا اللي، هذه بنته ثيقة اللي قابلناها في الحلقة الأخيرة، هو لعبنا معاها. خلنا نشوف هل يمدينا شو اسمه، أود مناقشة شيء، أود أن أقترح تحالفنا بين عائلتنا من خلال الزواج، أود أن أدخل في خدمة أنكد وكيف تخدمنا، سيفي لك مقابل المبلغ الصحيح. حاليا لا نحتاج إلى سيوف مستأجرة، حاليا لسنا في حالة حرب، يجب أن تسعى وراء ثروتك في مكان آخر. أوكي فما اقدر ادخل مع العرب لان ما عندهم حرب، هذه مشكلة والله. شوفك على خير ان شاء الله. حصلنا واحد من قطاعين الطرق في الطريق، بس في واحد بيساعدنا عليهم. حليلة هالجيش. وهذا تست ان شاء الله انا ما في تقطيع يكون عندكم. وين جيشي انا؟
يا إلهي حليلة. أبغى أجرب ال أبو 4000 هذا السيف القوي هذا. عشاب والله نحسبه إنه واقفين. واضح إن الجودة كويسة. تعال تعال تعال. إن شاء الله أنا مخطي. أفا يقتلونهم بالسهام على طول. ضربة واحدة يموت. 109 في رجله يموت على أساس إني مصوب على رجله. والله جالسين يطقطقون. خسارة ال شوف هذا يمدينا يأشر بالأخضر لأنه يمديك تشل الأسلحة اللي موجودة على الأرض. منظر متعب صح؟ أعطانا 10% من الغنائم. أنا أريد أسرة بس عشان أخلص المشن هذاك. تكفى أعطيني الأسرة. حلو أعطاني 2. سنالة يا شباب لقيتها ب 292 أشتري ب 150 ب 292 يعني ضعف قرابة الضعف. 19000 يا شباب 19000. أنا بروح وبرجع كذا بلعب بالفلوس وبجيكم. انظر يا عزيز المشاهد إلى الرقم هنا 20000. والله أشكرك يا أخي والله أشكرك من أعماق قلبي. بعدين مشوار والله بسيط ولو تبغى الربح أكبر بس صراحة على الوقت اللي تستهلكه عشان تروح إلى المناطق اللي فوق بيعف سنالة يعطونك ضعف السعر. لا وطاح سعرهم 123 بال20000 أشتري. كم حاليا معي 19000 خلنا نقول نشتري. يرتفع سعرهم كل ما هذا يرتفع سعرهم ما عليه. هو كذا بخلص الأحصنة كلها يعني الطريقة هذه خلاص مؤقتة. شوف هذه 19000 بخلي 800 هذه للجيوش عشان ما يشردون. ديزرت 219 خلاص ما يبونه بالهذا لأن عندهم كفاية عندهم كثير. فبضطرني أروح صراحة أبيعه مكان ثاني. طيب يا شباب وصلنا بالسلامة إلى أورتيزا. تغيير سريع للسماعة هذيك ثقيلة شوي على الرأس. 261 الله أكبر من 19000 إلى 25000 قل الربح شوي بس شيء ممتاز. طيب يا شباب وصلت إلى لجيتا تقريبا اسمها اللي هي من عند العرب. ما وقفت في أورتيزا كملت فوق. السعر بيكون أغلى كل ما ارتفعت فوق وابتعدت من الصحراء راح تحصل سعر أفضل. ومثل ما تشوفون 300 قرابة 300 ف 19000 هذه صارت ربحنا تقريبا قلت 7000 حول 7000 رغم أني بعت 2 منهم بسبب كان الأكل ناقص عندي. والله العظيم حبيت أني أظهر لكم هذه اللقطات لأن فعلا النصائح اللي تعطوني إياها من جد يعني استفيد منها وتساعدني كثير في التقدم في السلسلة. فالله يعطيكم العافية كل من كتب لي والله كومنت ونصيحة ودعم في هذه السلسلة وغيرها من السلاسل. بخلي منهم 10 وأبيع الباقي وكذا رسميا أقدر أرجع سنالة واشتري لي محل. طبعا ما برجع فاضي بشتري القريب هذا ب 2600 اللي هو العنب وشوفوا كم ببيعه في سنالة. حصلت هنا قرويين من بونكاز يقاتلون شو اسمه نساعدهم هالمرة. بعطيكم المنظور الداخلي. الله الصحراء. لا عطنا الرمي عطنا الرمي تكفى عطنا الرمي. ارفع شوي ارفع بعد شوي لو سمحت. يا سلام سلم يا سلام سلم. بس اقتل 2 وين حاشون. اما في الظهر ما قتله. والله المنظر الداخلي شيء رهيب. ما تبى تموت يعني ما تبى تموت. تنحاش ها تنحاش. اوه اختفى. والله هي حرام. اتوقع كذا اكتفيتوا من الششمه من الصحاري صح. باقي اوديكم عند الثلوج هناك وفي اماكن ثانيه غابات. فالحروب الكبيره هذه ان شاء الله لو وصلنا قدام. حلو تمت زياده علاقتك مع من؟ اوكي لاني جالس اساعدهم بونغاز. اوكي 3 اشخاص زادت علاقتي معاهم بسبب اني ساعدت اهل العرب هذول. يمكن كانوا مجرد مزارعين في حالهم وتعرضوا لهم شو اسمه قطاعين الطرق. حصلنا على الوت طيب كذا ينباع زيتون وشغلات طيبه. مفروض في مثل هذه المعارك الصغيره ارسل القوات واختصر السالفه
بس حبيت اني اشارك اجرب شو اسمه الرمي وازيد اموري في الرمي. شوفوا هنا الغابات هذه تقريبا شفتوها المعارك، فبعدين في الثلوج قدام في مناطق حلوة كذا يكون فيها القتال. احلى شيء ان التضاريس كذا متنوعة، وصلنا الى سنالة. في واحدة كانت مطالبتني بشو اسمه جنود، ان شاء الله انه يمديني لان الكوست يكون له في فترة معينة. هذه هي متبقي 9 ايام، فلازم اني اروح لها تقريبا 5 ايام او 4 ايام بتروح في الطريق. تعال يا راعية المشن تحدث حول المهمة. احضرت بعض الرجال، جنت 4 فاخذيهم كلهم ما اريدهم، ان شاء الله انهم كافيين يا رب. كيب سيرتشنج، هو مطلوب 8. زرت هورس يرجع مرة ثانية يا شباب، بس سعره 200 كأنها غلى شوي، بناخذ منه. مشكلة انه يبطينا، باخذ 10 بس. طيب خلنا نخلص المشن حقها هذه. 1 2 3 هذا اللي كان باقي لها، وافتكينا من رواتب السارقين وزدنا العلاقة معاها بمقدار 5 إلى 5. حلوين، لان هذا تأثيرها مرة قوي، باورفل 200، فشي جميل. لكن صراحة انغبنت من الموضوع انه ما يمدي ندخل في جيش العرب. هو هنا في معركة طاحنا 21 واحد منهم. كلهم مشاه يا ريال. بالنسبة للحداد يا شباب، قبل أن ندخل نشتري محل، في طلبات ممكن تكون موجودة هنا من أهل المدينة نفسهم. مثلا هذا طالب مني أني أصنع له سلاح يمسك باليدين صورجان، فالتس ذا ماوس، هذا أخوينا لو تذكرون في الحلقة الماضية، بيدفع لي عليها 419. فأنا حاليا خبرتي بالحدادة 15، ممكن أوظف هذا له، هذا 6 في الحدادة. فبما أني اشتغلت أنا حدادة قبل شوي، كنت أحول الخشب إلى فحم، فنقص عندي اللياقة تقريبا. أو المهم السلاح هذا عشان نسويه، عشان نمشي بالأوردر اللي أعطانا إياه، هذا هو السلاح. ولكن يتطلب 3 خشب صلب وواحد من الفحم عشان نسويه. طيب الخشب الصلب هذا كله بشتريه من عنده، برجع للحداد. وأول شيء نسوي تكرير خشب صلب إلى فحم. حلو، نحتاج 1 بس من الفحم، الباقي خشب زي ما هو. فبنجي عند الأوردر الحلو هذا، نختاره وكذا مثل ما تشوفون. هذا 1 اللي حولته، وهنا 9 عندي، راح ينقص 3 من 9 وينقص 1 من 1. اوكي جميل، ممكن نطول السلاح من هنا، نقصره ونطول، بس هو تقريبا ان افضل شيء يكون كذا، شوف، بحيث انه ما يتأثر التحكم. ليه ما اقدر اسوي له فورج؟ بعض القطع المختارة مسكرة. افا الاوردر الثاني في قطعة ثانية برضه مسكرة، هذه مشكلة. ممكن نسوي فري بيلد، مثلا نسوي لنا رمح مثلا، بشغلات مفتوحة عندنا. ما يمدي سيف بيد واحدة. طيب خلنا نجرب. اوكي سيف يمدينا، نطول السيف مثلا اقصى شيء. بيتطلب مني حديد مزخرف 4، 1 حديد خام. مشكلة المواد هذه ما هي عندي، راح ارجع لها في وقت ثاني. بس شوف الدمج اللي راح اطلع فيه، ضرر الطعنة 36، مش ذاك الضرر، بسبب ان الحدادة عندي سيئة. فممكن لو ضبط الحدادة او جبت لي واحد من الكومبانيون الحدادة عنده عالية، فاتوقع الدمج بيكون افضل. فهذه ميزة حلوة صراحة، انك تصنع سلاحك بنفسك والقطع كلها تركبها. بس حاليا القطع كلها عندي مسكرة لاني ما صنعت ولا سلاح. كيف تفتح القطع؟ اتوقع نفس الشيء. انا عندي سجناء فدية وزيارة الحانة، انا ما اريد اسوي زيارة الحانة، اريد ازور المدينة كلها. فكيف تفتح القطع هذه اللي مسكرة؟ عن طريق انك تستمر في الحدادة، تم تصنع كذا وتنفتح معك القطع، يعني تزيد خبرتك. اللعبة هذه كذا كل المهارات عشان اتطورها، مثلا الرمي بالسهام تشوفوني متوهق فيه بسبب اني لازم القى سهام واستخدمها كثير، بعدين اقدر استخدم السهام.
كل المهارات. تبغى تطور المشي عندك لازم انك تمشي، تبغى ركوب الخيل تطوره، يعني ما في سكيل بوينت كذا انك تخصصه في ركوب الخيل ويتطور مثل باقي الالعاب، لازم انك تتعب في هذا الشيء نفسه. اما شجرة المهارات هذه كلها اللي تشوفونها ترى بس مجرد تسريع، يعني مثلا انا هنا حاط في القوس 3 يصير معدل التعلم عندي ضرب 6.5، فمجرد ما استخدم او ادمج واحد بالسهم مرة مرتين يصير الدمج كاني دمجت 6 اشخاص كذا. وش رايكم يا شباب نشتري من اسكر؟ اسكر عندنا اروى، نشوف اروى المحلات اللي عندها. مدبغة، جميل جميل، هذا ما كلمنا ايش عنده. تكوين قافلة لا ما اريد. وركشوب، ون اوف يور وركشوب، عندها مصنع جعه وسيلفر سميث. سيلفر سميث ب 13000. ايش المدبغة هذه؟ خلنا نسوي لها زيارة. ابليس وير انيمال هايد ارتاند، ايوه ايوه حلو، جلود الحيوانات يعني يقتلونه. الله يا بنشت، ذكرت بنشت. بكم؟ 13000، والله شيء طيب. هنا يعني ممكن الحيوانات او يعني الجلود يستخدمونها بشكل كبير في تحويلها الى منتجات ثانية. خلنا نقول 13000 ممكن نشتري هنا في اسكر المحل هذا. We have a deal. I will instruct my worker that they are now working for you. يا سلام، خلاص الحين بتبلغهم. Wanted هو البوس، وهذا رفيق الدرب جاي يبارك لي. يا طيبة أروى، لدي سؤال سريع. ما في سؤال، أرغب في تكوين قافلة في هذه المدينة. شوف هنا عندها ب10500 وممكن قافلة قوات أفضل، لكن ليس لدي الكثير من المال. الحين كيف أسوي مانج للمحل هذا؟ الحين هذا هو محلي، في جلتشات صايرة داخل شوي. هذا هو محلي يا شباب، باركولي، هذا هو محلي. يا مرحبا بكم في جلسة عربية هنا، سهرات وفلة وورقة. وهذا المحل داخل، شوف الجلود على أساس هنا ممكن يصنعون الدروع والدفا والسواليف الطيبة. حلو حلو حلو، محل طيب. شوفوا الأحذية أكرمكم الله، يعني ملابس وغيرها من الملابس، بس في جلتشات هنا شوية، الأرضية مش مستوية في المحل فاعذرونا يعني. حلو، هنا الظاهر الخياط يجلس ويضبط المظابيط، هذا شيء رهيب والله. وهنا العدة، حلو عدة الخياطة. يا أخي نشبت لي، خلاص أطلع من مخي يرحم والدك، وقف هناك عند الباب. طيب المهم محل طيب، نشوف كم الدخل. أنا ودي أشوف الدخل، فلوس الحين حقتي راحت، هذا اللي جالس ضارب مشاوير عشانها. خلنا نشوف التغيير المتوقع، ما زال ياخذون 160 الجنود بس، باقي لي 10000. هذه مصيبة، اللي يشتري محل ولا يعرف كيف يسوي له مانج، والله ما ادري. بس بنعطيه شوية وقت ونشوف هل في دخل يجي ولا لا. الحين ناخذ احصنة ونروح نبيعها ونشتري له محل ثاني، نضمن دخل ممتاز من بداية اللعبة قبل لا نجيب جيوش ونهلك نفسنا بالرواتب. لأن اقسم بالله انهم ياخذون، يعني كل ما مشيت خطوتين لهنا خذوا 200. طبعا من الشغلات الثانية اللي قريتها عن المحلات اللي هي انك ضروري تشتري محل في شو اسمه مكان ما في له حرب، عرفت؟ فموضوع ان ما عندهم حروب العرب مفيد من ناحية اني اشتري محلات عندهم، يصير ما في خطورة على تجارتي. لكن من ناحية ثانية اني انا ابغى انضم الجيش، كان ودي انه يكون جيش عربي، ممكن بعدين لو دخلوا في حرب نجيهم. الحين ودي اشوف المشن الرئيسي، انه بلا اتحدث معاهم يا اخي اقسم بالله نكبة. طيب انقذ عائلتك، سنالة قال مدري من مكان اخوتك سينتظرك في المخبأ الذي ذكر عنه بالقرب من سنالة. مو داخل سنالة، مفروض انه يكون يعني في منطقة هنا، هذا المخبأ اللي يقصده اتوقع. اوكي هذا المخبأ الظاهر، ان شاء الله انه يكون هو مكتوب قطع الطرق، ان شاء الله انه يكون هذا هو حق المشن. ايوه راديغوس، لقد وصلت اخيرا، لدي بعض الاشياء ليقولها قبل الهجوم. اوكي وش عندك؟ We have to be clever. اوكي I defeated you. يقول انا هزمتك من قبل، فلا تجلس تفلسف على راسي. ايش دخل مدري بس، يلا that you did lead on then. اوكي القيادة عندك اكيد، يقول لا اعترف بهزيمتي، الله يخرب بيتك. نكبني من ثاني حلقة يمكن. طيب من نجيب معنا؟ المشكلة اني مدخلهم قبل شوي في الطريق قاتلنا قطعين طرق، فظهر هذا هلفه ناقص.
بس ما راح استبدلكم، جايين جايين معي. وهذا ايش تسوي هناك؟ يمدينا نسحب على رادقس حرامي. خلنا نترك هذه ونشل هذه. ما يمديك تدخل الا بعشرة، عدد محدد من جيشك، فكأنهم يخلونك تختار الافضل. ايش فيهم سحبوا علي يا جماعة؟ هجوم. درقن درقن درقن، لاعب ثقيل مرة، لازم نخليه يركض يخفف من الكرش شوي. الله على الهد. واحد واحد واحد، تعال تعال يا قلبي تعال. قوم معي الرمح، الرمح ما ينفع والله، الرمح بيجلد عيني. والله يا شباب انها فرصة اني اجرب الخيار الثاني، انهم يجلدونه، ابغى اشوف. يا سلام. افا كانهم نحاشوا. من هذا اللي نحاش؟ من الوحش هذا اللي بقى معي؟ تاليا عشان تعرفون، اقسم بالله عشان تعرفون، عشان تعرفون اني ما اخترت الا رفيقة الدرب. والله ونعم، والله ونعم. هذا يقول لك لا ايش تاليا، والله تطورت، قتلت خمسة. وتلومني فيك يا الغالي. انظر، لا يزال هناك، لا يزال بامكاننا التحدث، سأعطيك كيس من الفضة. قلت ان الحديث كان مضيع الوقت، انت الان ملك رادقوس. تعال يا قلتر، قلتر اكسكيوشن باي. يا سلام، ايوه اعطينا المشاهدة هذه. يلا يا طيب، لازم نضغط يعني ولا؟ ليه تسود الشاشة؟ انا اضيف مود تقطيع رؤوس الحلقة الماضية. شوف فلوسي، واحد 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 يا اخي، رقم واحد واحد واحد، هذا مدري وش سالفتي معه. طيب رادقوس 1%، خلاص يا رادقوس الحين بيتمي. صح هو اصلا يعتبر من جيشنا، لكن اخوي خذ فترة. الحين وين اخواني اللي جبناهم؟ وش سالفة؟ واخوي اللي كان محبوس في هذا المكان اللي راح مع رادقوس، هو يوم جاء في نهاية الحلقة الماضية قال انا انحشت، لكن اخوك مسجون وبقيت اخوانك. ما شاء الله لوتن طيب، شيل كله. تجاوزت الساعة مش مشكلة، بطيرها بعد شوي في المدينة. ايوه زادت علاقتك. هذا هو ناج. هلا باخوي، وانتد، اي نيو يود كم، جريت هافن دام براذر، نثين كان ستوب يو، اي لاف يو براذر، اي لاف يو برو. سعيد جدا رؤيتك امن، هل الجميع بخير؟ وي اول فاين. اخيرا اليا اند فثيد ار سكيرد بس فاين، خايفين بس امورهم طيبة. لازم نستعجل بالخروج من هذا المكان. سأخذ أليا وهذا بياخذهم إلى سنالة. أوكي، قابلني هناك لاحقا عندما تكون مستعدا لإخباري بكل شيء. حسنا يا أخي، كن حذرا. عندما تغادر المخبأ يأتي رادقوس إليك ويطلب التحدث. استمر. حسنا، يبدو أننا قد عدنا أغرباءك إليك، لذا اكتملت نهاية صفقتنا. سجعل نفسي متخفى الآن. يقول لا تخبر أخوك أنك تركتني أذهب، ما راح أرجع إلى العبودية، خلاص يعني كبر في السن وكذا. ايش اللي تذهب يا حبيبي؟ يقول الخيار الاول، قتل رجالك والدي، هل كنت تعتقد حقا انك لن تعاقب؟ او اقول له وداعا اخليه يروح. والله ما تروح. المهم I'll find some other way. بيشتغل كذا مرتزق ومدري ايش يعني مع الجيوش. زي وضعي بعد شوي. يقول I'll find some other way to earn my keep. وين يا طيب؟ تعال تعال، قتل رجالك والدي. Oh well, I dared to hope. قال كنت أعمل أنك تمشي الموضوع وتكون ناسي. والله ما تروح. أنا مش معرف إيش سالفة أبوه هذا، وطلع أبوه قاتل أبوي بعد. بس خلاص اكتملت. ممكن أقول له بالنسبة لجرائمك العديدة السابقة، رادقوس ستدفع بحياتك ثمن ذلك. يعني أقتله الحين ولا إيش؟ أو أنه يتمي معي لين ما يموت، ربما من خلال إنقاذ أخي وأختي استعد حياتك. جيد جدا، اذهب الآن يا أبوي. والله ما تروح. اعدام السجين. اوه بس يا اخي، والله رثيت له يا اخي، والله اني رثيت له يا الربع. ما يمدينا، ها خلاص ما يمدينا ارجع والله. هذا ايش هذا؟
الله يرحمك يا رادقوس، معني رثيت لك في النهاية والله، بس ما كان في أمل أني أخليه، يعني يا أني أخليه يروح يا أني أقتله، ما كانت في طريقة وسط، بس يستاهل ابن الذين، والله يا أنه عنفني في الحلقة الثانية، حلقة كاملة عشانه ومعاناتي معه. دخل الورشة زائدا ثلاثة، يا رجال إيش اللي زائدا ثلاثة تستهبل؟ أتوقع لازم أسوي شيء، يا ريت والله تكتبولي في الكومنت يا شباب. أيوه زاد ستة، أوكي يزيد مع الوقت، الظاهر توه المحل ابتدى وكذا فبيزيد الدخل شوي شوي، فشي طيب. أيوه يقول لي وصل عمر أخوك 12 سنة ولازم أنك يا سلام كذا بيشارك معنا في الجيوش وغيرها. إيش الشغلات اللي ناقصة عندي أنا بزيدها عنده؟ هز سترينغث أول شيء، القوة مهم، ممكن أخصصها في الهندسة بيفيدني بعدين يوم في الحصار ما حصار وكذا، الهياكل والأجهزة التي نهدمها ودي أعطيه هندسة ودي أعطيه القيادة، خلها في الهندسة لأنه غالبا بيكون معي. تمت زيادة القوة والهندسة ومستوى ألعاب القوة، هذا نفس نظام الزواج بعدين الظاهر يوم يجيني مولود وكذا بتم خصص لكل واحد. توقع ضبطنا علاقات كفاية في هالمنطقة، بعدين إذا معي فلوس كافية برجع بفتح لي محل في سنالة، الحين معي المحل هذا في أسكر، ما ودي أفتح محلات في هالمناطق ما نعرف الحروب بتكون ضد من، لأن مجرد ما حارب مدينة على حسب علمي أنه بيأخذون المحل اللي أنت شاريه في المدينة هذه بيأخذون عليك أو أنهم بيكسرونه أو شيء كذا، فعشان نضمن الأمور محلاتي كلها مفروض أنها تكون عند العرب. أما بالنسبة للجيش اللي أشارك معه للأمانة والله ما أعرف، بس بشوف شكلي بروح جهة الثلوج نتبرد هناك نطلع من الصحاري، بيكون شيء جميل الحروب في هالمناطق، ونشتغل عندهم كمرتزقة لين ما نوصل الكلان عندنا ليفل 2 ونقدر ننشأ مملكتنا وناخذ القلاع وحبة حبة نطور ممتلكاتنا في هذه أو في هذا العالم. باقي لنا المشن هذا الوحيد حاليا اللي هو العشر نبلاء، ما في الا جاني احد الكومنتات يقول علامة استفهام بس ما حصلته، بس اتوقع افضل طريقة انه يدخل هنا واشوف النبلاء، اكلم عشرة من النبلاء اي واحد منهم اتوقع. ادري اني قلت لكم بحاول اخلصه في الحلقة الماضية بس صراحة متاهة، تجلس تلاحقهم والمصيبة انك توصل لقلعة الفلانية تحصلها انتقل ومشى راح القلعة الثانية هناك، فلازم اني ارفع الكشافة عندي عشان اقدر اصيدهم. ايوه تعال من هذا، شوف افترقوا 136 طلعوا من 500 وشيء قبل شوي. جيش ايش ليلاس، تحدث الى قائد الجيش، عسى هذا اخوينا، لا مو هو بليلاس هذاك ادرم، الله يخرب بيتك يا ادرم. بس خلنا نجرب، هناك شيء اود مناقشته، اود ان ادخل في خدمة انكد وكيف تخدمنا سيفي ذلك بالغرض. ايوه مكافأتك 100 عن كل مجموعة من الاعداء تهزمهم، نحن نوظف المرتزقة واعترف بأن بعضهم رجال ذو شرف. اوكي حسنا انا اقبل، على حسب الكومنتات اللي جتني انه لازم نبتدي كذا، فما نقدر نأسس المملكة الا لازم تبدأ كمرتزق وبعدين تبدأ تطور نفسك ويعطيك رتب صاحبنا اخونا في الله ليلاس. من هذا ليلاس؟ دقيقة، تابع العرب، شرف صادق رحيم، والله ما شاء الله القتال عنده ممتاز، 210 210، لا هذا بنشارك معه في حروب، انا اقبل ما فرقت مع المياه. انضم موست وانتد الى العرب كمرتزقة، طلع بالاخضر، جيد، ساطلب من رجالي كتابة عقد بسيط الله بالنيابة عن سلطنة العرب، ارحب بك، قد تستخدم سيفك جيدا ضد اعدائنا، ابشر والله ابشر بي، طالما استمر الدينار في التدفق كذلك دماء اعدائك، الله اكبر. يمكنك الاعتماد علي حتى الان، اعدائك هم اعدائي وشرفك شرف لي، هل هناك شيء آخر؟ بس تكفى أدرم هذا وين ألقاه؟ تكفى أريد الانضمام إلى جيشك، ممتاز تابعنا حتى المرة القادمة. أيوه أجمع رجالك لدينا عمل آخر نقوم به. أوكي الحين خلاص صارت الممالك بالأخضر يا شباب. أيوه من الأحمر الحين؟ الحرب مع مين؟ السفر إلى ليويس، أنت في جيش، دقيقة فيه جلد صاير، حلوين حن هو اللي يتحكم. اوكي وين معاركك يا طيب؟ شوف هذا اللي بالاحمر الظاهر ان داخلين في حرب ضد، اسمع جلد بس ما اشوف شيء. تكوين الجيش، انشا انكيد جيشا، هذا جيش انكد، هذا هو
اترك الجيش اترك الجيش. الحين اعرف وين هو. جيش تلاس وجيش مدري من. صرنا نشوف الجيوش كلها حق العرب الحين. مدري يمدينا نلحقهم ولا لا. وين الدخل حق شو اسمه المحل؟ بس حلو المياه اللي تجيني تغطي لي تقريبا الجيش اللي معي. بس والله مياه شوية يا اخ. ما علي حبة حبة ارويهم جدارتنا بالحروب. هذا 600 منهم بنمشي معاه. تحدث الى قائد الجيش. هذا انكد الرئيس البتاع كله. سمعت انك تحتاج الى مشكلة. Just tell me the details. If you can hit 3 village they won't be able to ignore. اوكي يباني اضرب 3 قرى بيعطيني 15,000 و 3,000 زيادة. لا 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 لا. I'll strike into their territory in your command. بس يا طيب حس انه بدري عليها ولا؟ يبالها جيش هذي. اريد اسألك وين الحلو هذا؟ تحدث الى اعضاء اخرين. شوف هذا كلهم معاه. في حرب يا شباب قايمة. خلنا ندخل الحصار. في حصار على مين؟ دقيقة انضم الى الجيش. اترك الجيش. اريد ادخل مع الجيش اللي هنا. خلنا نشوف ايش السالفة اللي هنا. هذا لا يهاجمون هذا لا. بنو هباب امبراطورية العرب. من اللي مهاجمها؟ محاصرة جيش تورنادوز الامبراطورية الجنوبية. يخرب بيتكم انتو 600 وين رايحين؟ طيب اقتحم لمساعدة المدافعين. ايوه ايش اللي صاير يا اخوان؟ 500 واحد هنا. وهنا كم المدافعين؟ ميليشيا قلعة 100 وشوية يعني بيشلونها والله. لا تتورط. الزرايب هذول شاردين هناك. انا داخل بحماس. انا داخل بحماس. بس ايوه رجع. خلنا نسوي انضمام للجيش نشوف ايش بيصير. ايوه اي يا شيخ ادخل ام المعركة. هجوم يا حبيبي. 600 شخص ضد 470. انها اللحظة المنتظرة يا اخوان. بس ايش رايكم نختم هنا؟ والله بوقف هنا لاني متحمس مليون عشان بكرة هادي العب وانا كذا. الحمد لله كل اللي اريده صار في هذه الحلقة. بإذن الله راح نبتدي الحلقة الجاية بهذه الحرب وبإذن الله راح نفوز فيها واطلع بمكافآت. وبس لا تنسون تدعموني باللايك ونشوفكم ان شاء الله على خير في حرب قادمة. اشكر من تسمين القناة والشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.